هبدأ بيك الأول مهندس عبير. يعني هبدأ على طول من السؤال اللي هو في عمق القضية. هل احنا أمام دجل وشعوذة وتغييب للعقل وتغييب للإرادة البشرية، وبيستهوينا دايما إن احنا يعني الناس بتحب المجهول وتحب تبحث عن أسباب فشلها، أسباب فشلي مش إن أنا ما بذاكرش كويس ولا إن أنا ما بشتغلش كويس، لا ده أصله برجي حظه وحش هذه الأيام، بالإضافة هندخل بعد كده في التوقعات اللي أنتوا دايما بتقولوها. يعني ده علم ولا دجل وشعوذة وتغييب للعقول؟ لا هو علم، بس الحقيقة في جزء من الناس اللي بيشتغلوا في المجال ده دجالين ومشعوذين. يعني انا لازم اقول كل واحد فيهم بيقول كده. معلش حتى بس اللي انت بتقصديه ده دجال ومش عارف، لما بيقعد يقول ده علم، بس اللي بقى في ناس تانية بتسيل المهنه. يعني الناس اللي هي فعلا دارسه العلم ده بتبقى معروفه من طريقه كلامها، اذا بتتكلم بطريقه علميه وبتقول مثلا، لما بنقول توقع من التوقعات بنكون مستندين لحاله فلكيه، احنا عندنا قواعد دارسينها بالظبط زي المعادلات. يعني انا بما اني مهندسه فعارفه يعني ايه معادلات، معادلات كيمياء، معادلات رياضيه. فاحنا عندنا لما يكون في وضع فلكي ده قاعده، اورانوس لما يبقى كاري مع مثلا بلوتو ده يدينا كذا، وده يمكن ده اللي انا توقعت من خلاله في 2011، قبل ما 2011 تحصل، ان يكون في ثورات، لان احنا عندنا معاني لده، وده حصل في ايام الحرب العالميه الثانية، فحصل صعود للنازية في الوقت ده، فده اللي خلاني لقيت ده بيتكرر في 2011، فاداني مؤشر انه احنا داخلين يعني على مرحلة. انت عايزة تقولي ان انت في 2010 مثلا قلتي في ثورة هتقوم في مصر، قلت عندك التصريح ده بال حددت المواعيد فين ده، ما انا ما شفتش يعني. قلت السنة لا كان على القناة الأولى، ده كانوا قبضوا عليكي بتهمة الحض على لا انا ما سمعتش هذا الكلام. هتلاقي حضرتك على كل واحد فيكم بيقول لك انا تنبأت بانه اوباما هيحصل له كذا، وانا تنبأت بانه كذا. لا انا قلته مع لو عايز اسم البرنامج، لا نبقى القناة الأولى مع الأستاذة، بغض النظر عن اسم الباقي، لما ناخد هتطلعي في القناه الاولى في التلفزيون المصري وتقولي في ثوره هتحصل في مصر وهتطيح بالرئيس الحالي ده. لا يطيح ايه، ما قلتش يطيح، ما قلتش، ما قدرتش. قلت انا تنبأت بان في ثوره هتقوم في مصر. عندي زمايلي يعني في الاهرام، انا بكتب في الاهرام، قلت لهم ده بيني وبينهم. لا مفيش حاجه اسمها بيني وبينهم. بس هم لما ده حصل، لا اصل انا بص عندي دقة، انا صحفي ومتابع، انا لم اقرا. هم سامعيني اكيد دلوقتي. لو في خبيره ابراج طلعت في التلفزيون المصري، لا ما قلتش في ثوره هتطلع، ما هي ثورة هتعمل ايه؟ قلت في مواجهات عنيفة، قلت من لا أول مواجهات عنيفة تختلف، ما كان كفاية بيقعدوا في الرصيف في شباب أكمل. بيدخلوا في تراشق مع اكمل بس جملتي. انه احنا قلت ان هم هتحصل مواجهات عنيفة وهتنتشر في اكثر من بلد وهتزيد جدا بعد 23 يناير، دي بالظبط الجملة اللي انا قلتها. وقلت ان السنة هتبدا بعمليات ارهابية، وحصل تفجير الكنيسة من أول يوم قلت هيحصل عملية إرهابية. وحصل تفجير الكنيسة اللي هي كنيسة القديسين، ده كله كنت قايلة الأسباب الفلكية، حتى المذيعة ساعتها قالت لي طب خلينا في الأسبوع، يعني تقدر تعرف احنا الفلكية اللي أنا طب احنا عندنا ايه الأسبوع اللي جاي عشان يبقى قريب، او لانه ده هقول لك بقى لازم ارجع للقديم ونشوف انت على فكرة كده. انا لحد الزعف انا كتبت على الصفحة بتاعتي، وده موجود بقى على الصفحة بتاعتي، انه قبلها بالظبط كان يوم 6 ابريل كتبت ان احنا داخلين على وضع فلكي ممكن يتسبب يوم 9 ابريل انه يكون في حاله موت جماعي وحاله خساره عامه وحزن عام. وفي حتى في احدى القارئات كتبت لي كومنت قالت لي يعني ايه خساره عامه؟ قلت لها ويعني ايه حزن عام؟ قلت لها يعني ممكن يكون في موت لشخصيه عامة أو محبوبة، وده كان يعني ممكن كان وارد إن البابا توادروس يكون معرض لحاجة زي كده، قلت لها أو حالة موت جماعي. ده يعني إحنا عندنا قواعد، وكانت الحالة طب ما احنا ما احنا ما هو ماشي. بس يا دكتور أنا بس أنا يعني يعني أنا لازم أناقشك ليه، لأنه أصل شوية أنا مع إعمال العقل والعلم، ما بشوفش إنه لأنه نحل مشاكل، يعني ممكن تحلوا لنا بقى كل مشاكلنا، وممكن هنا الامن الامن يقول لما اجيب المهندسه عبير تقول لنا والله الحوادث الارهابيه امتى.
على فكرة ده حاصل في أمريكا، في ديبارتمنت في البيت الأبيض اسمه الأسترولوجي ديبارتمنت، بينبههم للتواريخ اللي فيها مخاطر وبياخدوا احتياطاتهم الأمنية. لا دول بيعتمدوا على مؤشرات أمنية. لا وعلى عندهم أسترولوجر متخصصين في البيت الأبيض صدقني. يعني الناس دي قاعده بتتقدم بال طيب نرجع نقول خلينا بس خلينا عشان هل يعني ده لما عايش الناس في ده في انه يعني برج كذا ايامه مش كويسه هذه الايام بالاضافه الى توقعات متعلقه بده، يعني مش الافضل ان انا اقول للناس اهميه الاراده البشريه وانك طبعا تنجح ازاي وتعمل طبعا ازاي بدل من ان انا يعني ارضي فضول الناس شويه في انها عايزه شماعات هقول لك اصل انا هعمل ايه ما برجي قال كده ما هي قالت كده المهندسه عبير. لا لا انا بقول لهم ابدا، يعني في ناس فعلا لما بقول لها مثلا النهارده القمر معاكس معاكي او بكره خدي بالك فتقول لي لا انا الاحسن بقى اخد اجازه وما اروحش الشغل، اقول لها لا انا ما بقولكيش كده عشان ما تروحيش الشغل لان العمل ده شيء مقدس. يعني بتعرفي ده منين على المستوى الشخصي لشخص القمر بيكون معاكس يعني عامل زاويه قايمه او عامل زاويه 180 درجه مع البرج ده فبالتالي يبقى القمر معاكس، يعني كل يعني اللي بينتموا يعني للبرج ده هيحصل لهم كده حسب العشريه اللي هم بيبقوا فيها. ايوه بيبقى صابح من الصبح عصبي متوتر، ممكن حضرتك تصحى الصبح كده تلاقي نفسك متوتر او عصبي بقى بربط ده بطبيعه العمل لو امعنت شويه ما بتكونش في اسباب خالص وتصحى تلاقي نفسك متضايق. دي مساله بقى علم النفس يجاوب عليها انما الطب النفسي يجاوب عليها، لكن طيب يعني شايفه ده علم طبعا علم هو طيب.